عقدت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكبر ماراثون درجات بالإسكندرية، وذلك من أمام استاد الإسكندرية حتى المعهد السويدي بمنطقة المنشية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. وقالت ياسمين أن فعالية هذا السباق تأتي في إطار التحضير لمؤتمر التنوع البيولوجي 14 الذي يعقد بعد أسبوعين بمدينة شرم الشيخ. وأشارت الوزيرة إلى أن قيادة الدراجات بجانب أنها رياضة فهي ضمن آليات خفض تلوث البيئة وخفض ظاهرة الاحتباس الحراري، والهدف من السباق تسليط الضوء على أهمية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس تابعونا.